مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، نتوما وحبابكم ولادكم وعائلتكم، تكونوا ان شاء الله تكونوا تدوزوا هذا الحجر هذا في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذا الفيديو، هذه جبت لكم فيها خبر زوين 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 بزاف واللي فرحني، وغادي تشوفوه ان شاء الله. بقى معايا حتى اخر الفيديو، غادي نقول لكم اشنا هي المفاجاه ونشارك معكم واحد الغديوه اللي هي جد بسيطه. كيفاش من القليل نحضروا الكثير، دائما تنقولها لكم، هذا هو الشعار ديالنا. مائده غداء متوله مزوقه باقل تكلفه، بشي حاجه اللي هي بسيطه واقتصاديه وتكون في نفس الوقت صحيه ومشبعه. بالنسبه للطبق الرئيسي اللي حضرت في هذا الغداء هذا، كان هو السردين في الفران. كيجي زوين زوين بزاف، حسن من انك كتقليه بالزيت، وكيجي مقرمش. انا فايتني حبيت واحد لا فيديو في القناه اللي ما شاء الله لقات اقبال كثير ووصلت تقريبا 2 مليون ديال المشاهدات، بحشوه اللي هي مبتكره من عندي، ونلت الاعجاب والاستحسان ديالكم بزاف بالنسبه اللي شافوها. هذه غير شرموله اللي هي بسيطه. انا غادي نحط لكم الرابط ديال هذا الفيديو هذا اللي كنتكلم لكم عليه، غادي يبان لكم في الشاشه الفوق. هنا درت غير شرموله بسيطه اللي فيها قزبر مدنوس، ملحه، بزار، تحميره، ما درتش البزار سمحوا لي، مليحه وتحميره وكمون، ودرت شويه القزبر يابس وزيت الزيتون والحامض بطبيعه الحال. فرشت يعني اللطا اللي غتدخل الفرن، دهنتها بقليل من الزيت. وبالنسبه للسردين انا دوزته في الدقيق ديال القمح ودهنته من الفوق كما كتشوفوا بشويه ديال الزيت. السردين غادي يطلق الزيت ديالو بطبيعه الحال وغادي يتقرمش، وكيجي تماما بانك بحال الا قليتيه. هنا خديت هنا جوج ديال البنجالات اللي شويتهم وغطيتهم بواحد الغطاء حتى يعني ارطابوا، ارطابت هذيك القشره ديالهم كما كتشوفوا، راه طلقات ليا شويه ديال الماء. الدنجال بهذه الطريقه هذه كيجي لذيذ بزاف. انا كنفضلو على الزعلوك اللي كنديرو بمطيشه، وكما كتشوفوا ملي كيعرق راه كيتحيد بكل سهوله غير باليد بلا ما ديروا الموس، لان الا درتوا الموس غادي تمشي معاه يعني غادي تضيعوا بزاف هذاك الدنجال ديالكم. يعني جوج دنجالات ما شاء الله راه كافيين. يعني دائما نحاولوا نبسكروا غير من الاشياء اللي هي متوفره عندنا في الدار، لان فضل هاد الظروف اللي كنمروا منها وديال الحجر الصحي وحنا قاعدين في المنازل ديالنا، غادي نحاولوا باش اننا ما نخرجوش بزاف في الاسواق ونستغلوا اي حاجه عندنا في الدار ونقضيو بها. كما كتشوفوا هنا شاط ليا شويه ديال الشرموله، عاده ما كنديرش فيها انا ديك الشرموله ملي كان يعني غير هنا شاطت ليا، كندير فيه غير الملحه والكمون والحامض والثومه، هادشي اللي كندير فيه وزيت الزيتون. وبما ان شاطت ليا انا هذيك الشرموله هذه ما غاديش نضيعها. هنا درت زيت الزيتون، الدنجال ديجا مشوي وطايب، غير غادي ندوزو شويه وغادي نحط. زدت عليه هنا شويه ديال الملحه والكمون، وغادي نعصر عليه شويه ديال الحامض. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه، كيجي زوين بزاف. انا اصلا الوليدات ديالي كيفضلوه ليا بهذه الطريقه هذه على اللي كنديرو بلاصوص طوماط. هنا درت القوق مسلوق، هنا كانت عندي قوقه كبيره قسمتها على 4، راه تبارك الله فيها خير وبركه. سلقتها بشويه ديال الماء والحامض والملحه والحامض،
وكنعاود نعصر عليها شويه ديال السيترون، او كيف يمكن لكم ترفقوها بشويه ديال الفينيغريت. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الدنجال. غير تيتحمر شويه في هذيك الزويته صافي وتنقدمه. مقبله اللي هي كتجي لذيذه وسهله يعني وغير مكلفه. السردين ديالي بعد ما طاب كما كتشوفوا كيجي محمر. المذاق ديالو ولا ألد. وبطبيعة الحال الخبز ديال الدار شي حاجة لا يعلى عليها. وكذلك رفقت هذا الحوت، هذا رفقته بطبق اخر اللي هو جد جد مفيد اللي هو العدس، لان خصنا ضروري ما نتناولوا هذه الحبوب هذه دائما تكون داخله في النظام الغذائي ديالنا، سواء لوبيا او حمص او عدس او فول، يعني كننوعوا كل مره كنديروا حاجه من هذا. انا سنرفقها بشويه ديال زيت الزيتون سنخليوها حتى الاخر ما كنطيبوهاش بها. ودرت لها هنا شويه ديال الابزار من الفوق، الا ما كان عندكم الحار يمكن لكم تستعملوه، كتجي زوينه بالفلفل الحاره. وهذا مكان. اذا هذه كانت هي الغديوه ديالنا ديال اليوم، شي حاجه اللي هي بسيطه مفيده مغذيه وصحيه في نفس الوقت، يعني شويه شويه من حاجه وانتم مسوب مجدين طبيله ديالكم. نتمنى ان شاء الله تكون هذا مائده واقتراح مائده، يعني هذه الوصفات كلهم تبارك الله راك تعرفوهم، ولكن كيبقى دائما غير اقتراحات وكيفاش نجيرو راسنا وكيفاش نسلكو راسنا بالحاجه اللي هي متوفره عندنا في الدار. هنا بالنسبه للديسير انا شويه شاركته معكم في فيديو سابق، غير هنا درتو بالياغورت. ودابا غادي ندوزو باش نقول لكم على المفاجاه، وهي هذه الدرع الفضي ديال اليوتيوب اللي كنقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف 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 بزاف، كنتم 100,000 اللي كتساندوني، شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا لكل من واحد مر من القناه ديالي وحط ليا تعليق وحط ليا اعجاب، كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. واخيرا واخيرا وصل في الظروف هذه، ولكن ما صورتوش لكم، يلا كتاب انني نصوره. كنقول لكم الف الف شكر لكم كاملين، اي واحد ساندني صراحه فرحه كبيره. وهنا الاحساس ما كنحس به اي يوتيوبرز، كتحس بهاد الفرحه هذه ديال الدرع الفضي، والعقبه ان شاء الله الدرع الذهبي ديال المليون، علاش لا؟ الا كنتو دائما بجنبنا ودائما كتساندونا كنقول لكم شكرا، والى فيديو قادم بحول الله.